كده التصميم اهو يا جماعة، بصوا شايفين ازاي اتعمل، كله احمر اهو، تصميم حلو قوي قوي، يعني فستان احمر جميل، السلام شكله عليكم ورحمة جديد الله قوي وبركاته، ازيكم؟ وشيك. يا اكبر جمهور في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض فستان احمر جميل جدا جدا للخروج، وكمان تقدري تستخدميه يبقى سواريه بشكل جميل قوي قوي، سهل وبسيط. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل بتاعي والاشتراك في القناه، ويلا بينا نعمل فستان بطريقه حلوه قوي 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 وبطريقه سهله مع بعض. ادي الباترون الاساسي اهو معانا، وهنعمل منه التعديل اللي يخليه يبقى فستان احمر بمرد بشكل جميل قوي قوي، سهل وبسيط. اولا كده خالص هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي نعمل اولا كده التعديل. تمام، بصوا بقى، اول حاجه خالص الباترون الاساسي اهو معانا، تمام، بنبتدي نعمل التعديل عليه بقى ونحط المرد بتاعنا. فهنحط المرد بتاعنا 3 سنتي مرد من عند حرده الرقبه، ومن بعد كده ببتدي انزل بطول البلوزه كله، بطول البلوزه كله، تمام. وبعد كده ببتدي اخد الجزئيه بتاعه المرد دي واعمله بنفس الشكل ده. طيب انا دلوقتي يا مريم خلصت المرد وعملته ومشيت كل الخطوات اللي انت قلتي عليها، وفيش اي تعديل تاني عايزه اعمله. طيب في بقى لو انت حابه تركبي كله، وده احنا شرحناه كذا مره ازاي تركبي كولا فيه، وهنبتدي نقص بس التصميم عشان الفيديو ما يطولش عليكي، يبقى سهل وبسيط، لانه فستان فعلا سهل، ممكن تعمليه في ربع ساعه لبنتك او ليكي، لانه فستان سواريه وكمان فستان خروج، وتقدري تغيري نوع القماش ويبقى فستان منزلي بتقعدي بيه في البيت عادي خالص، ما فيهوش اي مشكله. ثانيه واحده، بصوا يا جماعه بشكل جميل قوي قوي وسهل وبسيط. بنعمل الفستان ده بشكل جميل قوي قوي وسهل. ودلوقتي احنا عملنا الفستان وملونينه بالاحمر زي ما انت شايفه اهو كده، وهنبتدي ناخد 1.5 سنتي الاول من بره، وبعدين هناخد 1.5 تاني سنتي من قدام، بحيث ان احنا نبين المرد بتاعنا ونشوفه لو في اي حاجه ناقصه. فهبتدي اعمل كده بالنسبه للجزئين، تمام. وبعد كده هبتدي اخد برضو من عند الجزئيه دي اهو اهو نفس الشكل ده كده، وادي كده الجزئيه الاماميه زي ما انت شايفه. طيب وعملنا المرد بتاعها كمان، وهنبتدي برضو نعمل الزراير والعراوي نركبها على اساس ان انت لو عايزه تركبيها تشوفي تختاري انهي جزئيه تبقى المرد بتاعك. الباترون الاساسي العادي اهو بنعمل بيه الخلف او الظهر عشان خاطر احنا هنشتغله بيه، تمام. ثانيه واحده اهو، وادي كده التصميم بتاعي، بس طبعا الظهر هيبقى كده. هي واحدة، وهبتدي اوصل بقى الاجزاء ديت ببعضها اهو، بنفس الشكل ده كده، وهنبتدي برضو نقفل الجزئية التانية اهو. تمام كده، تمام. طيب دلوقتي احنا خلصنا اهي الجزئيه الاولى والجزئيه التانية، نبتدي بقى نوصلهم ببعض، تمام، لان التصميم بتاعنا بيقول لنا ان المرد بتاعنا ده مقفول او متوصلين ببعض بشكل نهائي. ثانيه واحده، وبرده في جيبه بتتعمل من التصميم، الجيبه برده فيها مرد برده هنعملها بشكل حلو قوي، فيها كسر كتير قوي برده بشكل حلو قوي. هنعمل الاجزاء دي كلها، هنجيب بس عشان نركب الزراير بتاعتنا الاول قبل ما نبتدي نشتغل في الجيبه، وهنبتدي نقفلها كده بحيث ان احنا نعملها زي الصوره بالظبط. ثانيه واحده، زي الصوره بالظبط، تمام كده. انا ركبت الزراير اهي، هبتدي بقى اركب البلوزه على بعض او البلوزتين على بعض.
بحيث ان هي تتقفل معايا خالص وما تبقاش مفتوحة خالص، لان احنا عايزينها تبقى مفتوحة مش مقفولة. ده فستان نزل على طول ايه تقفليه صك. ثانية واحدة اهي، ثانية واحدة بنفس الشكل ده كده اهو. طيب دلوقتي بعد ما خلصت الجزئية اهي كلها على بعض، دلوقتي بقى هبتدي اعمل الجيبة اللي فيها كسرات اللي احنا قلنا عليها. طيب اولا خالص كده الجيبة مش هحدد لها مقاس، ليه؟ لان انا عايزة فيها كسرات كتير قوي، فانا هبتدي اقفل القماشة دي نصين عشان اعمل المرد الاول، وبعد كده هبتدي احدد بقى الكسرات بتاعتي دي تبقى فين. فزي ما انت شايفة كده هقسم القماشة بتاعتي نصين. ثانية واحدة هقسمها نصين اهو، وبعد كده هبتدي احدد بقى المرد بتاعي يبقى فين بالظبط. فالمرد بتاعي يبقى 3 سنتي 2 سنتي من ورا و1 سنتي بس هيبقى من قدام، بحيث ان هو يبان معايا، او 1.5 و1.5 زي ما انت حابه. تمام كده. طيب وابتدي بقى اقفل المرد ده، ماليش دعوه بيه خلاص. وهبتدي برضو اعمل الجزء التاني زيها اهو، عشان هي تبقى مظبوطة. تمام كده. تمام. طيب دلوقتي بقى ناخد مقاس الجزئين اللي احنا حددناهم دول، نشوف مقاساتهم اصلا قد ايه بعيدا عن المرد خالص، ماليش دعوه بالمرد. الجزئيه الواحده منها 16 سنتي، فهنا الجزئيه بتاعه التصميم مش 16، هنا جزئيه من الامام بس او ربع الامام بس 8 سنتي بعيدا عن المرد، 8 سنتي بعيدا عن المرد. فهنا لازم نعمل على الاقل كسرات بحيث ان هي تبقى مظبوطة معايا. ثانية واحدة. كسرات بقى عايزة تعمليها بمقاسات، ممكن تعمليها 1 سنتي 1 سنتي، عايزة تعمليها 2 سنتي تمام، عايزة تعمليها 3 سنتي تمام برضو، مفيش مشكلة خالص. هي بس ايه الفكرة ان انتي تعملي الكسرات وتعملي حساب. تمام. نبتدي نحسبها بقى بعد الكسرات اهي. 10 سنتي لا برضو لسه، عايزين نعمل كسرة تانية من عند المرد كده شوية، شوية هنا كده اهو، كسرة تانية اهي بحيث ان هي تبقى مظبوطة اهي. تمام كده. تمام. طيب ابتدي بقى اقفل الاجزاء دي في الامام من جنب واحد اهو، مش من جنبين. هبتدي احط المرد ده على المرد ده ايه كده كده، انا ركبتها لحد النهاية. انا عايزه اوريكم الشكل في الاخر بتاعها هيبقى عامل ازاي اهو، ده الشكل بتاع الجزئيه الاولى. تمام. نركب بقى الجزئيه الثانيه برضو بنفس الشكل وبنفس الطريقه، هركبها برضو قدامكم بحيث ان هي تبقى كل التصميم قدامكم بشكل جميل قوي يظهر. وبرضو هنعمل الخلف بتاعه عشان خاطر نعرف ان الخلف بتاعه شكله حلو قوي وسهل وبسيط برضو، عشان اوريكم التصميم من الخلف ومن الامام. الفستان ده فستان محجبات حلو قوي، ينفع المحجبات ومش محجبات كمان، لان هو بكم اساسا، عايزاه بدون كم بتلغي الكم خالص وبتبتدي تحطي تحتيه بادي او على حسب ما انت حابه بقى. تمام. فهنا في نقطه احنا عملناها الناحيه الثانيه مش هنعملها هنا، ان احنا نحدد الكسرات بالظبط. تمام. نبتدي بقى نركب المرد على المرد اهي. وبعد كده هبتدي اقفل بقى الاجزاء دي كلها ببعض، هبتدي اقفلها. طب ليه هتقفليها يا مريم؟ هقول لك حاله ليه هقفلها، عشان انا عايزاها تبقى مفتوحه بس لحد النقطه دي، فدي ممكن اقفلها بالدبيس، انا اقفلها بالدباسه احسن عشان تبقى واضحه اكتر من الدبيس. ثانية واحده هنبتدي نقفل كده بس تبقى هي. دلوقتي يا جماعه احنا قفلناه زي ما قلنا من الجزئيه دي. تمام.
نبص برضو فك تاني ما علينا، بس احنا كده عايزين نقفلها من هنا. تمام، تقفيلة التصميم نخليه من اعلى شوية عشان خاطر ايه اوريها لكم برضو تبقى سهلة. المهم ان انت لما تيجي تركبي المرد بتاعك او الزراير بتاعتك ما بتركبيهاش بتبقى كده نفس الشكل ده. انا هوريكي التصميم برضو في الاخر، بس طبعا هنا التصميم لسه مخلصش، لسه هنشوف الجيبة بتاعته، عشان الجيبة بتاعته كمان هتحدد مصيره اكتر من كده. يعني احنا هنجيب بقى هنا القماشة بتاعت الجيبة، نبتدي نعملها كسرات كلها. ثانية واحدة، هتبقى كلها كسرات تمام، زيها زي القماش. فستان احمر كله عادي خالص مفيش اي حاجة اهو. ثانية واحدة، وزي ما اتفقنا غيرتيله القماشة، ممكن تبقى سورية، غيرتيله مش القماشة هيبقى خروج عادي. يعني ايه غيرتيله قماشة؟ يعني تحطيله قماشة مثلا فيها سوريات بقى وترتر، او مثلا فتافيت السكر والحاجات دي تمام، زي القماشة اللي طلع الموضة اللي زي فتافيت السكر والحاجات دي. ثانية واحدة، وبكده احنا عملنا الجزئية بتاعت الخلف ونركبها معانا في الخلف، ونبتدي نركبها كده. تمام كده اهو. طيب نبتدي بقى نشوفه من امام ومن الخلف ومن كل حتة. الكم طبعا بتاعه بيبقى كم عادي خالص زي اللي احنا عملناه في الفستان، في البلوزة بتاعت الحلقة اللي قبل كده، البلوزة عملناها بشكل جميل برضه خروج، لو ما اتفرجتيش عليها عرفتي تشوفيها. فانت هتعملي الكم زي بالظبط بنفس لون القماشة، فانا هعمله من غير كم زي ما انت شايفة كده اهو التصميم. ثانية واحدة بقى اوريكم كله. بصوا ادي كده التصميم اهو يا جماعه، بصوا شايفين ازاي اتعمل، كله احمر اهو، تصميم حلو قوي قوي، يعني فستان احمر جميل شكله جديد قوي وشيك تمام. يعني بصوا اهو احمر بمرد بتاعه، والمرد بتاعه لحد تحت، والجزئيه دي مفتوحه عشان هو التصميم بيتكلم في كده تمام. اهو الفستان اهو، انا بحاول امسكهولك. يا رب يكون فستان سهل وبسيط وعجبك. لايك جميل، تعليق اجمل، اشتراك في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو ده الفستان اللي احنا عملناه مع بعض، فستان حلو قوي ينفع حريمي وخروج، وينفع كمان فستان سواريه. يا رب يكون التصميم سهل وبسيط وعجبك، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. هو ده الفستان معانا. لايك جميل، تعليق اجمل، اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد، في امان الله.